أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ترحب بالخطوات المهمة التي اتخذتها مصر لحماية الحريات الدينية وحماية المرأة. كما ثمن بلينكن عقد الحوار الوطني وأعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسية. الولايات المتحدة ترحب بالخطوات المهمة التي تتخذها مصر لحماية الحريات الدينية وحماية النساء، ونرحب بعقد الحوار الدولي وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، ونحن نستمر بالحديث مع الحكومة لاتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم فيما يتعلق في مجال حقوق الإنسان.